ومقادير المندازي: 1 معلقة صغيرة خميرة، 1/2 كوب مية دافية، 1 بيض، 1/2 كوب حليب جوز الهند، 3 كوب دقيق، بشر 2 ليمون، 1 معلقة صغيرة قرفة، 1/3 كوب سكر، 1 معلقة كبيرة زيت، وعندنا كمان زيت للقلي. بالنسبة لعجين بالخميرة، طبعا هنحط خميرة والمية الدافية وشوية صغيرين من السكر علشان يبقى غذاء للخميرة وتتفاعل أسرع، وبعدين هنحط بقية المقادير كلها. حطينا الدقيق، القرفة، بشر الليمون، البيض، الزيت، وحليب جوز الهند. هنخلط المقادير كلها مع بعض لحد ما تبقى عجينة ناعمة. وده بيكون شكل العجين، بس طبعا لسه محتاجة ان هي تتضرب اكتر، وهنسيبها تخمر لحد ما تتضاعف في الحجم، وبعد كده هناخدها ونفردها زي ما هنشوف دلوقتي. اوكي، هنقطع العجينة نصين وهنفردها، بس مش هنفردها رفيعة قوي. وبعدين هناخدها ونقطعها مثلثات. بالشكل ده. وبعدين هنبتدي نقليها في الزيت. وهنقلبها عشان تتحمر برضو على الوش التاني. وهنطلعها على ورق مطبخ علشان نشيل الزيت الزيادة. وبعدين هنرصها في الطبق. وبعدين هنحط على وشها عسل.